رجعت ولقيناها بشروط. انت عايز تقول يعني آن الأوان ان يبقى في رابطه للانديه، وكلنا احنا بقى لنا كام ما هدي النقطه الغامضه والله من اكتر من 10 سنين، واقول لك الاتحاد الدولي يمهل الاتحاد المصري سنه اضافيه لعمل الرابطه. المهله عماله تتجدد يمكن من اكتر من 10 سنين. طب احنا ما بنعملش رابطه ليه؟ لان هناك يعني خشيه من الاتحاد المصري ان الرابطه دي لو خدت حقوقها يبقى خدت الكيكه من الاتحاد. ما هنا الرابطه دي هتبقى قاصره على انديه الدوري الممتاز. ايوه، ولو انها في انجلترا هي موجوده لكل الدرجات، كل دوري له رابطته الثانيه لحد السادسه بالظبط، كل الانديه المحترفه. وانا الاوان ناخذ بالاسباب، ما هو الاخذ بالاسباب انك تروح للكتالوج الناجح وتعمل تطور حاجات خفيفه على قد ظروفك. لكن انك انت تبعد خالص على انك تمشي صح، يعني دلوقتي يعني حاجات غريبه جدا، تطبق اللائحه بصرامه على انديه زي النادي الاسماعيلي وتخفي المستندات اللي ممكن تطبقها على انديه اخرى. ادي اتحاد ماشي بالطريقه دي من مده بهذا الاسلوب. فين السلامه الماليه؟ فين الشفافيه الماليه؟ فين رابطه الانديه؟ فين 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 فين؟ يعني هو كل اللي احنا فيه والشك والقرارات اللي هي بتدعو الى الريبه نابعه انها كلها قرارات وجهه نظر احيانا فرديه واحيانا جماعيه من خلال مجموعه محدده. لكن ما فيهاش نظام عام يمشي على الكوره. يعني انت مش بتحط نظام اول السنه تلزم بيه الجميع، غير انك تقول ايه، انا قلت لكم الموسم هيبقى صعب، كلمه برضو يعني مطلقه او عايمه. رابطه الانديه لابد ان احنا نعرف النموذج بتاعها فين، في اكثر من دوله، ونعي النموذج اللي قرب مننا.